هاو الشعب الجزائري ولا عينه من الشعب الجزائري فرحان بالرئيس تاعو، فرحان بسيتبون لانه راجل وفحل وجاب لهم العدس. بالنسبه ليه هو انجاز، هو فرحان. ما تقدرش تقول له كيفاه تفرح على العدس وخذ، الله غالب. هو فرحان بالشكاره هذه محطوطه في شكاره صاشيه كحله بلاستيك في حال، هو فرحان. هذه عقليته الله غالب. مبروك سيدي على الشعب الجزائري من بعد ما عبد المجيد اللوبيا وفر لهم العدس واللوبيا، والشعب الجزائري خارج كيهلل فرحان. مبروك عليكم سيدي. ولكن كاين بعض الناس اللي كيبداو يلوموا الشعب الجزائري، حشوم عليكم علاش تلوموهم صح؟ قال لك لا، وعلاش هما فرحانين؟ حيت كياخذوا العدس واللوبيا في عز الصيف، وراه الاستهلاك ديالهم كيكون في وقت الشتاء ماشي في وقت الصيف. ايوا انا ما شريوش العدس واللوبيا باش ياكلوا، شنو ياكلوا؟ باغي تخلي الناس بالجوع ولا؟ قال لك لا، يشريو اللحم ويشريو الدجاج. واش كتضحك على الوقت؟ لا، واش هما ما لقاوش باش يشريو العدس حتى كتقول لهم شريو اللحم؟ واش واحد غالب كيلو ديال اللوبيا حتى كتقول له شري الدجاجه باش يشريها؟ اي راه كيعيشوا في اغنى دوله في افريقيا، ولكن راه افقر شعب. هادشي اللي طلع، طاحوا في واحد الكبرانات فلوس كيدقدقوها في جهه اخرى، والشعب مسكين مخليين مقاتل مع جلده ديال الحليب، شويه طاوهم اللحم ديال الحمير كياكلوه، شويه هم مقاتلين مع العدس واللوبيا، شويه لا حول ولا قوه الا بالله. فنشوفوا الفرحه الكبيره اللي كيعيشها الشعب الجزائري من بعد ما نقصوا لهم في الثمن من العدس واللوبيا. ابصحاتكم اسيدي، اضربوا لي القوامل ديال اللوبيا وديال العدس، ابصحاتكم وراحتكم. نخليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا راي ديالكم تعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. انا عجبتني فيديو، قلت الشعب فرحان، خلينا نشوفوا هذا الفيديو الاول. تفضل خويا المخرج. انا جمع قليلين الحمد لله من 46 الصباح في اليوم في 26، واليوم راه هبطوا في السوق راه في 32 والاول حواني الثاني كيف كيف. انا قبيله واحد شاوته قال لي 36، انا نقص ما عرفت عليه، وانا قلت له راح تدوه نجيبو غير 26. راه ما لا لاشين لا دمير لا لا ديك لا جيبك. الحمد لله اللي وين الحد بدراهم يدي، مولا 5 كيلو مولا 2 كيلو لان حسب بدراهم يدي. ها يا سيدي، ها الشعب الجزائري ولا عينه من الشعب الجزائري فرحان بالرئيس تاعو، فرحان بسيتبون لانه راجل وفحل وجاب لهم العدس. بالنسبه ليه هو انجاز، هو فرحان. ما تقدرش تقول له كيفاه تفرح على العدس وخذ، الله غالب. هو فرحان بالشكاره هذه محطوطه في شكاره صاشيه كحله بلاستيك في حال، هو فرحان. هذه عقليته الله غالب. فرحان البرة يدير 32 وتبون جابهوله ب 26، هو حاط في اللي تبون جابه فوق ظهره مسكين في الليل وحطه في الديبو وراح كمل للمرادي، هو فرحان. ما تقدرش انت تقول له يا ولدي كيفاه مش فرحان، ويشوف البلاد تعدلت لانه هو الله غالب. تسمى على خل الفرحه تاعو في شكار عدس، الله غالب يا خالتي. كان ربما ناس اخرين كما شفنا اضراب تاع الناس اللي عندهم ماجستير ودكتوراه والوقفه اللي داروها هذوك 7000 امام الوزاره، ربما هما تخمامهم في حاجه اخرى، ربما تخمامهم في مستقبل زاهر في بناء الوطن كذا. كاين ناس تخمامهم في شكارة عدس هكا فرحان بها ب 26000، ما تقدرش تلومه. والمهم انه بالنسبه ليه كما قال هو على جال الرئيس، هاو الله يبارك فرحان، نموتوا معاه، جاب لنا شكارة عدس نموتوا. الحمد لله ما جابش شكارة ذهب يا خاتي، سيدي مش غير يموت. يعني فرحانين لأنه الرئيس يعني جاب لهم ناس. تأثرنا بالتصريح القوي اللي سيكتب في سجلات من ذهب تاع العدس. تفضل خويا المخرج. المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك اكثر العدس، يستهلك الفاصوليا البقوليات، وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيفاه يخلق لي ازمانة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. انا نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مقصودة سيد رئيس مقصودة جدا مقصودة في رأيكم باش تخلق بالبلاء سيادة الرئيس. أنا هضرنا على العطش، هضرنا على الماء، على المجهودات تاع الدولة باش توفر الماء. الناس نساو باللي كانوا يشربوا الماء المالح، اليوم راهم غضب والماء وهذه، وغضب في النقل وغضب في هذه وغضب خلق غضب. فوالا يا خادي، دونك فينالمون العدس هي قضية كبيرة وحنا ما فقنا لهاش. العدس هو قضية قادر تزعزع بها استقرار الوطن وتخلق فوضى. فتقول له سبحان الله، البلاد اللي زعزعها شكارة ولا كيس تاع عدس، تما ليكيليبر تاعها يتيان سور كوا يا خاوتي؟ كاينين بلدان واللي تضربها بقنبلة نووية كيما هيروشيما ولا ناكازاكي ويموتوا ناس واستقرارها ما يتزعزعش. وكاينين بلدان حسب سي عبد المجيد تبون شوية عدس بركة قادر يخلق بلبلة تتخلط شوية عدس. الشيخ تما رانا فريمون على الشعرة سو بوان، رانا على شفا عدس برك تزيد عدسة راحت سو بوان، رانا على الشعرة يا خاوتي. هل صحيح انه يعني رانا بلاد راح تنفجر؟ يعني شوية عدس قادر اللوبيا تروز تسمى خير ان شاء الله. سو بوان يعني البلاد راهي على الشعرة. هل هذا تخويف ولا هل هذه حقيقة؟ صح يعني الشعب راه ولا هنا مسكين، راه قانط مقنوط كما يقولوا. تما هو نيمبورت كال اوكازيون ربما عنده الحق لهنا سي عبد المجيد تبون، راه الشعب مخنوق راح يتفلق. تما عدس ما اي حاجه راح تصرى اي قادره. وعلاه وصلتوه لهنا؟ وعلاه ما كانش مرتاح في طول هذه 3 سنوات وتعدلت الامور؟ على كل حال المهم قال لكم هذه مؤامرة وفهموا باللي الشعب مقنوط دونك حابين يكسيتيوه. ولهذا شفنا طوال الأسبوع العديد من القنوات داروا حملة اسمها حملة العدس، العدس في كل دار، مع العلم أننا في فصل الصيف. يعني العدس ماهوش من الأطباق المستهلكة وعادة في الشتاء، لكن جو سيبا. المهم يعتبر الرئيس تبون هو أول رئيس في العالم قدر يوفر العدس في فصل الصيف، وهذا إنجاز كبير. نروح نشوفوا الإعلام كيف تناول قضية توفير العدس ووجود السلطة في الميدان وما خلاتش هذا البلبلة. تفضل خويا المخر. لقطع طريق المضاربة أمام مفتعلي الأزمات، من المنتظر أن يلجأ الديوان الوطني المهني للحبوب لتسقيف أسعار البقوليات بعد أن تعدت قيمتها الحدود الطبيعية دون مبرر، ما يفسر سعي أطراف لاستحداث أزمة في هذه المواد وسعة الاستهلاك. ما نقدروا لهاش، ما نقدرش نشري هنا اللوبيا ب 50 ألف، ولا غالي. والسومة راه يطري هنا في التعاونية الحبوب تاع الدولة. الثمن هنا ناقص على برا، فهمت؟ الثمن ناقص على برا. هنا يدير 27 وبرا يدير 43. الماكلة تاع المواطن البسيط هذه هي خويا. رانا في رحمة ربي الحمد لله، ماذا بينا تزيد تتطور أكثر. تسقى من قريب 120 برا. وهنا؟ هنا أنا خلصنا 70 ألف. ارتفاع أسعار البقوليات المبالغ فيه في فصل الصيف جعل متابعين يتوقعون وصولها لحد جنوني في فصل الشتاء، ما دفع المصالح المعنية لاتخاذ إجراءات استباقية لقطع الطريق أمام المضاربين. تفاجئنا اليوم وأنا مار في هذا الشارع أنه السلطات العمومية توفر الحبوب الجافة بأسعار معقولة في الوقت اللي يشاهدوا اليوم المضاربة والجشع من بعض التجار. واليوم فرحنا بفتح هذا النافذة أو هذا الباب من أجل كسر الأسعار. شوفوا العدس اليوم راهو 26 هف 26 ميل، الأرز 14 ميل. ننبه المشاهدين بلي الروز راهو برا 40 ميل، يعني راهو ضعف. وعلى ذيك يعني نشكر السلطات العمومية على وقوفها إلى جانب المواطن. فوالا يا خوتي، قصة رائعة كان بطلها قصة جميلة، بطل تاعها بيان سور العدس، وبيان سور تبون هو يعني اللي يقدر يفك هذه الأزمة يتكلم عليها وتفكت في ظرف أسبوع. هذا نورمال رئيس نستعرفوا به ونتحيوا له يا خاتي، قدر يقضي على مشكلة العدس والبلبلة اللي كنا قادرين نروحوا لها بسبب العدس واللوبيا والفاصوليا ولا الأرز بكلمة واحدة منه سبحان الله في لقاء صحفي. هكذا
حل المشكل. سبحان الله، هذه للناس اللي ربما يساندوا تبون باش ما يقولوش حنا ديما نطيحوا فيه. تفضل. حبيت نعرف بك اذا كان كاش بلاد وين عندهم رئيس يحلف بقسم بالله. دوك على بالك دوك مدارونا العدس والروز واللوبيا، وكي تلحق الشتا يديروا لنا تفشوكه، يديروا لنا طرشي والطوماطيش فشنا. الضحك هذا الضحك، ان شاء الله ربي يسلك على خير. بك الشعب راك تشوف الشعب مسكين، الشعب الشعب يتبع غير الخبرك، جيب له بابور تاع العدس واعطيه يصوت. جيب له بابور تاع اللوبيا واعطيه يصوت. الوعي ما كانش يا سي لطفي، الوعي ما كانش. راك تسمع فيا خويا لطفي؟ راني نسمع فيك، نسمع فيك. ايه الوعي ما كانش، الوعي الوعي. في موادوت، في موادوت الناس تضرب تضرب الشطاطا وحتى تضرب الشرايط، حنا نتبعوا العدس واللوبيا. شفت ديما فهمت. قاعدين يهبطوا ب 10000 باش الشعب يرضى، يفرح الشعب، يفرح يفرح. تعطي ليستوم تاعك في موادوت، تعطيها اللوبيا والعدس، كي يلحق الشتاء تعطيها الطوماطيش والطرشي، يقلبوا الموازين تاع تاع المواسم. ربي يحفظك يا خويا العزيز، شكرا لي. حتى انا والله حرت في اوتا صعيب يصير شاري شكاره عدس، شحال دير بها؟ او خباها للشتاء نمله والصرصور يا صاحبي، شحال دير بها شكاره كبيره؟ دوك تحطها في المات واللي قدنك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، تخرج عليا بالراي ديالكم. ناس مازال ما مشاركينش معنا، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.